الشركه ديال الروز ديال السكري دي ولا السكري دارت فيي خدمت مع هاد الشركه خدمت مع كوماغري تتبدل كل عام سميه ماشي تتخليها سميه واحده تتبدل كل عام سميه خدمت معها خدمت معها 12 عام وليت تخدم وليت الخدمه ديالي كيلبني كاين نمشي للميزان كاين تيقني في الحي تمشي الحي تنصعبهم تمشي للسيتينات عندي تيقني في السيتينات تنقلبهم على السخونيه والبروده تنقلبهم عندي تنبني تمشي نبني عندي هذيك جليش تنضرب جليش عندي صور تنبني صور صور باقي الان تنبني بنيته اي حاجه قلت لي عساس بعد المره نعس هذه الخدمه ديالي لك دار لي الاوراق عييت من عرض بها باش دير لي الاوراق لا سينيش ما بغاش لي ما بغاش دير لي الاوراق قال لي حنا ما تنديروش الاوراق هادي عامين خدمت ب 1000 الاخرى 1000 شحال 1000 درهم 1000 ريال نار ثلاث سنين من 4 سنين خديت ب 14 درت النقابه ومن درنا النقابه عاد داروني زادوني ديك 400 ولا 1400 بقيت خدام هي هذيك خرجتني عندي باش خرجتني عندي سيما سيما مشيت لواحد البلاصه نخدمها ولكن سيما طلعت مشيت نخدم بلاصه اخرى تجي سيما غوت الكابره انا قالت للحاجه هذاك السيد مابغاش يخدم ما بغاش يخدم غوتت عليه قالت لي تقدم ما تجيش تخدم قلت لها واخا ركبت على البوكشيت مشيت للاداره قلت لها اعطيني الحساب ديالي قالت لي انا ما نعطيش الحساب ديالي ما انا عند الوزير ما تعطيش الحساب مشيت للنقابه مشيت ليها قيدت النقابه قالت لي في شهر 10 ديال العام الاول شهر 10 ديال العام الاول قالت لي ملي لحق الكوبون جيبي نتفاهموا اديت الرئيس ديت رئيس ديال النقابه مشينا للوزير هو دخل وانا قالت للعساس ما تخليش يدخل مشيت للسبيكتور تقابلت معاها في السبيكتور مشى معايا المدير كانت مدخله مدير مشى معايا المدير ملي مشى معايا المدير طلبته ب 4 الملايين قال لي واخا 4 الملايين واخا غدا غتجي غنجيبوها لك ما جابوهاش ليا مشينا حنا سته مشينا دخلنا محامي ملي دخلنا محامي عاودت ليه كيفاش كلشي عاودتو ليه الجلسه الاولى عوتوا علينا زدت الجوجة عوتوا علينا قلنا كلامنا زدت الثالثة عوتوا علينا الرابعة قال لي المحامي ما تجيوش قلت أنا حالف على مشيت أنا بوحدي مشيت الرئيس عوت عليا أصاد البعولي تقدم جيت لحقت عنده قال لي مالك علاش ما جيتش كلشي قلت لي المحامي هو اللي ما بغاش قال لي ما تجيوش المحامي قال لي ما تجيوش صافي انا رجعنا مشينا بحالات هاد القبيله هادي مشيت ديت شهود ديت شهود ديت معايا واحد شهود شهد ليا بلا مصالح ديالي جاو مال الوزين شهدوا ليا جوج بنات شهدوا ليا قال لي هاد السيد خدام معاكم قال لي خدام معانا هاديك البنت اخرى اللي في الاداره خدام معاك سمية خي حسن سلام الخياط من دوار دمريبك دفعت الشركة عامين درنا 70 درهم من 9 حتى 9 ديال الصباح من 9 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل عامين حنا خدام معاها وقع عندي واحد مالك سيدة معاها داتني للكلينيك داواتني ورجعتني وزادت لي خزنت لي الوراق جلستني واحد 10 ايام ولات غوتت عليا وليت من تما انا خدام من خدام ذكرنا مع لاكريس صندوق اجتماعي داك الديكلاراسيون قالت لي واخا شويه تاني ذكرت معها بقى ولا مور رمضان قالت لي انا كناكل اللحم بنادم ناكلو سيرو فما بغيتو رمضان اللي فات حقاش حبست في شهر 2021 نهار 7 في شهر 1 حبستنا قالت لي سيرو فما بغيتو علاش قالت لك شنو كان وقع باش قالت لكم سيرو ملي خدام انا مقابل سميتو قالت لي انت ما بقيتيش تشوف شنو كنت انت مقابل قلت مقابل واحد البيت ديال النخاله كنت دفع في الفيس كنت دفع الباريور سميتو ميلود اللاوي هذا الباريور
والنخالة كندخل عبر كيبي باش كندخل معاك الباب، ما تشوفتيش حاجة الغبرة طايحة عليك مرة، ما كتشوفش اللي حداك، عند الدوابة طايحة الغبرة كتعلو كنتبع الفيس، كنتبع النخالة الفيس باش يمشي للبريور. وهاد المشكل ديال وقع لك أنت ولا وقعت أيضا شي شخص آخر؟ أنا وقع ليا ووقع للساخرين وجو، مازال جوج خرين مشاو دعاو سوق الأربع وجوج ما دعاوشي. هاني قبضت بيه كتقول له يلا، واحد مسكين خدام بولادو وحلت له الباب وقالت له هذا كيشافرني يجري له من اسفي بوليداته مسكين 13 سنه معاه، لقيت منصور البعوري خدام تما، هو خدام في الماكينه، هو خدام في باريور، هو خدام هكا، شويه كتقول له اجي صابيه قلت الحاجه بالبني كيبني ليها كيولي يرجع للماكينه ديالو خدام، كيقول لها نخرج مع الخمسه نمشي بحالي، كتقول له تتسعد بحال مع عباد الله تتسعد، كيقول لها انا راجل كبير وطرق بعيده والشانطي وكنقول لها الحاجه راه كيظلم الحال وكل شيء، كتقول لك لا ما عندي غير هذا، انا الخدمه هي الاولى، عندنا نص ساعه كتعرج ب 12 عاد ما كاين لا عيد لا والو، كتجي له كوبان ديال الراس ما كنحبسوش من الصباح الى حتى الاخر الليل. كاين منصور البعولي، كاين خالد الزكرو، كاين ميلو دلاوي، كاين مصطفى العلاوي، كاين سلام، كاين منصور كشكش، كاين القادري، هادو مشاو جوج مشاو سوق الاربع، حنا ستجينا غنضرب. ميلو دلاوي راني خدام مع الشركة ديال مايكري، وطلبناهم الحقوق ديالنا ما بغاوش يعطيوها لنا، خدام معاهم من 2017 خدام في الطاحونة ديال العلف، ديما ما تنحبش انا مرة نهار ما تنحبسوش، والناس قالك راه تيخدم مع ساعة وتيمشي بحالو. من احنا هدرنا لهم على الديكلاراسيون من 2017 هدرنا لهم على الديكلاراسيون ديال الوليدات، داروا معنا العكس، ومني داروا معنا العكس قالك كاين شي خدمه مؤبد، ولينا في خدمه مؤبد، تيقول خدمه مؤبد تيتسمى العكس، داروا معنا العكس مبغاش يديكلاريو بينا، هي هادي طحت عيان، هو ضروري بنادم واش مؤبد راه ضروري بنادم طحت عيان قالك دوز تسني صحة. شنو تسني؟ على ورقة الوساخ دوز تسني صحة. وانت علاش كنتي ساني؟ ثانيا انا ورقة العمل هو ورقة الوسخ ما سنيهاش، انا غادي انا مريض، هي هادي مني ما بغا خلاونيش نخرج، داروا معايا العكس، نقص من الباب ديال برا، داروني بحال اللي انايا تنهش شي حاجة، هاديك عي عكس على حساب ديكلاراسيو وعلى حساب باش ما نصور انا والو، هذا هو الهضرة ديالهم، لا حقوق لا حتى شي حاجة، ما عندنا والو معاهم مرة، الحق ما كاينش كاع، واش خدام 42000 ريال وتركب ب 12000 ريال، 12000 ريال 28000 ريال اشنيا دير لك؟ ومني هدرنا على حقنا ولاو بغاو يلصقوا لنا الشوك. دابا راه حنا في المحكم، حنايا ستة الناس كله وكيفاش، انا خدام من 2017 حتى 2021 حتى شهر جوج والخلاص ما تخلصوش، ونمشي نسعى غادي نبقى اشنو لا حق لا ما كاين حتى شي حاجه، وعينا اييه كاين اللي قديم وكاين اللي جديد، انا ما نكذبوش.